النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية جي اف اتش المجموعة الرائدة في إدارة الاستثمار. أعلن مجلس المناقصات والمزايدات عن إطلاق الحزمة الثانية من الإشعارات المخصصة للموردين والمقاولين، والتي تهدف إلى تعزيز وتحسين أداء نظام المناقصات الإلكتروني، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مشروع تطوير الإشعارات الإلكترونية. وتأتي هذه الخطوة استنادا على أهداف قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية الرامي إلى تعزيز الشفافية وتفعيل المنافسة العادلة في عمليات المناقصات والمزايدات الحكومية، وانطلاقا من حرص مجلس المناقصات والمزايدات على تطوير وتحسين العمليات وتسهيل عملية التواصل بين المجلس والجهات المتصرفة والموردين والمقاولين. وفي هذا الصدد أوضح سعادة المهندس جمال عبد العزيز العلوي أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات بأن الحزمة الثانية من الإشعارات تتضمن إشعارات للموردين المتعلقة بطرح المناقصات والمزايدات للموردين والمقاولين وفقا لقطاعات السلع والإنشاءات والخدمات، لافتا إلى أن إطلاق هذه الإشعارات الجديدة يأتي كجزء من استراتيجية المجلس لتطوير وتبسيط عمليات المناقصات الحكومية. شهدت مملكة البحرين مؤخرا ختام النسخة الثالثة من معرض سيتي سكيب البحرين 2024 ومعرضي الجواهر العربية والعطور العربية 2024، وذلك بنجاح كبير ونمو ملحوظ في المؤشرات الرئيسية للمعارض، مما يعزز مكانة هذه المعارض كأحد أهم المعارض في المنطقة. كما حقق معرض سيتي سكيب البحرين 2024 أرقاما قياسية غير مسبوقة في عدد الصفقات بأكثر من 341 صفقة عقارية، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها القطاع العقاري في مملكة البحرين من المستثمرين والباحثين عن الفرص العقارية المميزة. وللحديث أكثر عن الأثر الاقتصادي للمعارض التي استضافتها مملكة البحرين مؤخرا، تنضم معي عبر الهاتف الخبيرة الاقتصادي الأستاذة نورة الفيحاني. أهلا ومرحبا بك في النشرة الاقتصادية. بداية، كيف تساهم المعارض في تعزيز الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للتنمية؟ مساء الخير، شكرا على الاستضافة. طبعا تعتبر المعارض أحد الأدوات الفعالة في تعزيز الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للتنمية. هذا الأمر يبين قدرة مملكة البحرين على استضافة فعاليات عالمية تساهم في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للمعارض والمؤتمرات وسياحة الأعمال. فقد استطاع معرض الجواهر العربية وعلى مدار 32 عام من النجاح المتواصل والمتتالي، واللي يعتبر من أهم المعارض في المنطقة، من استقطاب أكثر من 700 عارض من 27 دولة لعرض مجموعاتهم الثمينة والمختارة من الجواهر والأحجار الكريمة، كما حرص أيضا على استقطاب نخبة من خبراء ومختصي الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة على مستوى العالم. وكذلك شهدنا مشاركة واسعة في معرض العطور العربية من علامات تجارية بارزة في مجال صناعة العطور والزيوت الفاخرة، واستطاع المعرضين أيضا من إبراز ودعم المنتج البحريني، حيث وصلت نسبة زيادة مشاركة محلات الذهب والعطور إلى 33%. وهذا النجاح اللي نشهده اليوم تحقق بفضل توجيهات من قبل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم واهتمام من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، بما يسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة لاستقطاب الفعاليات الكبرى والمعارض الدولية. نعم، من وجهة نظرك كيف ساهم التعاون بين القطاعين العام والخاص في إنجاح هذين المعرضين؟ ساهم التعاون بين القطاعين العام والخاص في نجاح المعرضين وإبراز مكانة مملكة البحرين كوجهة عالمية رائدة. تعتبر الشراكة بين القطاعين في مملكة البحرين نموذجاً يحتذى به، حيث ساهم هذا التعاون الوثيق في تقديم معارض متميزة تعكس الإمكانيات الكبيرة لمملكة البحرين. فقد تكفل القطاع العام بتوفير البنية التحتية والخدمات اللوجستية الأساسية، بينما أضاف القطاع الخاص خبراته المتخصصة ولمساته الابتكارية من خلال تصميم وتنفيذ فعاليات متنوعة وجذابة. هذا التكامل المثمر لم يعزز فقط تجربة الزوار والمشاركين، بل أسهم أيضا في رفع مستوى جودة المعارض، مما جعلها تنافس على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما أن تبادل الأفكار والممارسات بين القطاعين
عزز الابتكار وارتقى بمحتوى المعارض وساعد في تسريع الإجراءات الإدارية، مما شجع الشركات المحلية والدولية على المشاركة الفعالة. إن هذا النجاح يعكس التزام مملكة البحرين بتطوير بيئة استثمارية جاذبة تدعم النمو الاقتصادي وتؤكد على مكانتها كوجهة رائدة في عالم المعارض والفعاليات. نعم، الخبير الاقتصادي الأستاذة نور الفحاني، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية. أعلن بنك البحرين الإسلامي عن إطلاقه مبادرة على خطاها بالتعاون مع الجمعية البحرينية لأخصائي الاستثمار في مملكة البحرين، وذلك بهدف بناء قدرات الكوادر النسائية العاملة في مملكة البحرين في مختلف المجالات وبالأخص مجال المصرفية الإسلامية. وللحديث بشكل مفصل عن مبادرة على خطاها تنضم معي في الاستوديو الأستاذة سارة العمادي، مدير إدارة التسويق والاتصالات المؤسسية في بنك البحرين الإسلامي. أهلا ومرحبا بك في النشرة الاقتصادية. أهلا مرحبا وشكرا على الاستضافة. العفو. أستاذة سارة، في البداية إلى ماذا تسعى مبادرة على خطاها ومن هي الفئة المستهدفة؟ طبعا مبادرة على خطاها التي أطلقت في يوم المرأة البحرينية بالتعاون مع الجمعية البحرينية لأخصائي الاستثمار تجسد رؤية بنك البحرين الإسلامي في تعزيز دور المرأة البحرينية في مملكة البحرين وبالأخص في جميع القطاعات. طبعا الهدف الأسمى هو إنشاء جيل جديد واعد من القيادات النسائية في مختلف القطاعات بالأخص في قطاع المصرفية الإسلامية. نعم، للتو تحدثت عن تمكين المرأة البحرينية، كيف تساهم هذه المبادرة في تمكين المرأة البحرينية في مختلف ميادين العمل؟ طبعا مبادرة على خطاها تساهم في تعزيز مكانة المرأة البحرينية عبر عدة مجالات، أولها التطوير المهني الشامل من خلال البرنامج التدريبي المكثف طوال 10 أشهر على أيدي 14 قائدة من قائدات بنك البحرين الإسلامي. التفاعل المباشر بين الموجهات والمتدربات خلال فترة التدريب تعطي أيضا إرشاد مهني واضح للمتدربات، وهذه كلها يصب في مصلحة تعزيز طبعا المرأة البحرينية في مملكة البحرين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. نعم، نتمنى لكم كل التوفيق الأستاذة سارة العمادي، مدير إدارة التسويق والاتصالات المؤسسية في بنك البحرين الإسلامي. شكرا جزيلا. شكرا لك.